ريكاب ميدي، متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من سكول انتوما في الاستماع لإذاعة الحياة فام. موعد جديد من ريكاب ميدي، نص نهار و 18 دقيقة مواصلين معكم حتى لساعتين، نحكيو على أبرز المستجدات على الساحة الوطنية وكل ما يشغل الرأي العام. تنجموا تسمعونا على البوندا فام 90.3 وإلا على الباج فيسبوك نتاعنا إذاعة الحياة وقبلها الحياة فام بالفرنسي، أو بيان تنجموا تسمعونا زادة على لايف ستريمينغ على السيت ويب نتاعنا الحياة فام. ترافقني اليوم أو ترافقني أمنا بخيت في الأخراج التقني أحمد الشفر في الديجيتال، معكم سهام حمدي من قدام الميكرو من توا حتى لساعتين في ريكاب ميدي. ريكاب ميدي، متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. شنو يستنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي؟ باش نحكيو اليوم على أول اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري برئاسة السيد نور الدين بن عياد رئيس الاتحاد. كذلك باش نحكيو على صدور الأمر الرئاسي المتعلق بتركيبة اللجان الاستشارية والأمر الرئاسي المتعلق بالاستفتاء وقراءات متعددة سواء قانونية أو سياسية، وخاصة أراء بعض الأطراف السياسية في البلاد. هذا وأكثر يستنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي من توا حتى لساعتين، مرحبا بكم الناس كل. ريكاب ميدي، 30 دقيقة أنتم في الاستماع لإذاعة الحياة فهم كالعادة مواصلين في ريكاب ميدي، والبداية تكون بالأكتواليتي. أكتواليتي، في الأكتواليتي لليوم نحكيه على المنظمة الفلاحية. منذ أيام كان معنا سيد نور الدين بن عياد وحكينا على الأشكال اللي صاير والتنازع بخصوص رئاسة المنظمة الفلاحية. اليوم أول اجتماع يعقده الاتحاد الاجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بقيادة السيد نور الدين بن عياد. معنا في التليفون تدسويت السيد نور الدين بن عياد رئيس المنظمة الفلاحية، مرحبا بك سي نور الدين على إذاعة الحياة فام. شكرا. على كل حال احنا اليوم انعقد المكتب التنفيذي الاول بعد المجلس المركزي وعليه الاخوة لبوا النداء، وكان عندنا نصاب وزيادة على مستوى المكتب التنفيذي وكان جدول الاعمال هو الانطلاق الفعلي في العمل الميداني واللي هما الملفات القطاعية الحارقة وعلاقة المنظمة بالحكومة وأعضاء الحكومة اللي منهم نستمد القرارات المهمة اللي باش تفيد القطاعات نتاعنا اللي في أشد الحاجة للقاء الحكومة والخروج بحلول للقطاعات نتاعنا اللي اليوم تشكو معناها انهيار وانهيار كبير. به قبل ما نتطرقوا للملفات الحارقة اللي باش تركزوا عليهم سي نور الدين، في البداية قلت النصاب توفر وأكثر، قديش من عضو في المكتب التنفيذي حضروا الاجتماع اليوم وقديش تغيبوا تقريبا؟ 13 عضو على 20. 13 على 20. نعم واضح. به المرة الأخرى قلت سي نور الدين على إذاعة الحياة فهم أنه فما مهلة تقدمت لسيد عبد المجيد الزار باش يسلم المكتب للرئاسة الجديدة، تم هذايا وإلا لا؟ احنا على كل حال هو هذايا راهو شأن داخلي وحابين يكون على مستوى معناها داخلي وعلى مستوى ربما حتى كان وساطة داخلية لإقناع سي عبد المجيد بشرعية المجلس المركزي اليوم 18 ماي ولكن ما زال يبدو في التعنت نتاعو، واحنا ما قلقناش المكتب اذا كان الامور نتاعنا بحول الله اكتسبت الصبغه القانونيه والشرعيه. احنا الفريق هذا ما شاء الله متقدم، وكما كنت نحكي لك بدايه الاسبوع باش ننطلقوا في زياره رئاسه الحكومه كذلك اعضاء الحكومه ثم مساهمتنا على المستوى
الحوار الوطني. به شنو الملفات الحارقة اللي باش تركز عليهم أكثر المنظمة الفلاحية؟ خاطر سي نور الدين المرة الأخرى في تدخلك معنا قلت أنه الوضعية معناها نتاع الفلاحين والفلاحة في تونس وضعية مش باهية، ولذلك باش يركز الاتحاد في قيادته جديدة على الملفات. شنو أبرز الملفات هذه؟ أغلبها خاصة وإحنا في الموسم الزراعات الكبرى واللي عمال نشوفه في الحرائق، معناها كل مرة تندلع في جهة من الجهات، وكيفاش لازم تكون اللجان والخلايا معناها تكون معززة بالحرس وبالجيش خاصة في الجهات الداخلية. أولا هذا أول لقاء مع سيد وزير الداخلية. كذلك الألبان وتربية الماشية اللي اليوم معناها القطيع متاعنا معناها قاعد يتهرب، وقاعد القطيع متاع الأبقار الحلوب قاعدة تتباع معناها بأثمان بخسة وماشية معناها الزباطوار اللي باش تتذبح. اليوم عندنا قطاع الصيد البحري كذلك زاد عنده إخلالات ورواسب قديمة لتولة تحلحلت. كذلك معناها اليوم الخضروات اللي اليوم البطاطا معناها متكلفة على فلاحتنا ب 700 و 750 واليوم يبيعوا فيها ب 500 و 600 مليم. هذوما الطماطم زاد كيف المعدل للتصبير. احنا في لقائنا ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي مع المنظمه الاخت اتحاد الصناعه والتجاره كذلك العديد معناها من القطاعات اختي رانا في اشد الحاجه للرجوع للعمل اليومي وللرجوع الى العمل بالتشاور مع سلطه الاشراف والمهنه ونرجعوا بحول الله الثقه في المنظمه نتاعنا وبحول الله الى الامام سيدي ان شاء الله. سي نور الدين بالنسبه للقاءات اللي باش تعقدهم المنظمه مع الحكومه، باش تكون عندكم لقاء مع رئيسة الحكومه ولا مع بعض الوزراء؟ لا نعم، هو في البدايه لقاء مع رئيسة الحكومه. ثم رئيسة الحكومه بحول الله باش تعطي اوامرها لاستقبال اعضاء المكتب التنفيذي واعضاء المجلس المركزي ورؤساء الاتحادات الجهويه كل في اختصاصه باش تجمع الاجتماعات والملفات الحارقة ثم حلحلتها وإعادة الجلوس في لجنة 5+5 مع رئاسة الحكومة. هذا اللي طلبناه ولبت الطلب وبحول الله سعيين على أساس أنه بنمشيه في التمشي هذا. باهي سي نور الدين بن عياد رئيس المنظمة الفلاحية، شنو هو مصير الأعضاء المتغيبين على اجتماع المكتب التنفيذي اليوم واليوم رافضين يعني لهذا التمشي أو لترأس سيادتك للمنظمة الفلاحية؟ شنو باش يكون كيفاش باش يكون التعامل معهم؟ باش يتم تغييرهم أو كيفاش يعني؟ لا أبدا، هم أعضاء للمكتب التنفيذي، هم أعضاء للمجلس المركزي، ما احناش باش نستغنوا حتى على حد لانهم يعني كنا ابناء المنظمه وربما حتى اللي ما قبلش التمشي هذا يبقى عضويته في المكتب التنفيذي قائمه والاستدعاءات تبلغ لهم واحد بالواحد وما عندنا حتى اختلاف لانه المنظمه منظمه الفلاحه منظمه البحاره وماهيش منظمه اشخاص والمنظمه ماهيش باش تقف على شخص ولا زوج. المهم أنه العمل يتواصل والإعداد للمؤتمر بحول الله متواصل وملتقانا في المؤتمر الوطني بحول الله اللي برمجنا له مبدئيا يوم 12 ماي 2023. به معناها مش باش يصير تغييرات في المدة القادمة على رؤساء الاتحادات الجهوية ولا حاجة؟ لا 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 واضح لا. نخدم بنفس الفريق وبنفس العمل. واضح. باهي سي نور الدين توا نجيو الى مشاركه اتحاد الفلاحه في لجنه الحوار الوطني ضمن الهيئه الوطنيه الاستشاريه من اجل الجمهوريه الجديده. البارح اهبط في الرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه المرسوم اللي يتعلق بتركيبه اللجان الاستشاريه، والسيد نور الدين بن عيد هو من يمثل المنظمه الفلاحيه في هذه اللجنه. اعطينا فكره اوضح، تمتش اتصالات بيناتكم؟ تمش تحديد موعد للانطلاق في العمل؟ في الحقيقة تم الإعلان عن رئيس المنظمة الفلاحية في مشاركته في الحوار الوطني وفي اللجنة للحوار الوطني ولكن يبقى اللجان وربما بعض الديتاي اللي تنجر على اللجنة مازال الواقع ندرس فيها على مستوى في المنظمة والمؤسسات في المنظمة باش نكونوا فاعلين. هذا
طبعا بالتشاور دائما وابدا مع زملائنا في المنظمات الوطنيه، وان شاء الله نكونوا فاعلين واليد في اليد لانجاح هذا الحوار. حسب رايك سي نور الدين، كيفاش يتم انجاح هذا الحوار في ظل توسع دائره الرافضين للمشاركه فيه؟ نلقاو اتحاد الشغل موقفه يعني واضح، نلقاو عدة منظمات أخرى عندها احترازات، ونلقاو زادة رأي عمداء كلية الحقوق اللي يعتذروا، ومع ذلك صدر في رأي الرسمي الجمهورية التونسية. كيفاش تشوف الأمور؟ إسكو باش يتم تجاوز هالصعوبات هذية معناها للانطلاق في عمل؟ أعتقد ربما في اجتماع اللجنة الأول لابد باش يصير تدارس لبعض معناها المقترحات اللي باش من شأنها أنها باش توضح عمل اللجنة، وربما تحدد عمل اللجنة، وهذا ما يجي إلا بالحوار وما يجي إلا بالجلوس، ولابد معناها باش نوجدوا حلول إصلاحية حتى على مبدأ معناها التمشي وطريقة التمشي متاع اللجنة هذه. مازال طبق الأوان، وفي الحقيقة مازال ما اجتمعناش، ما تمتش دعوتنا للاجتماع، وهذا يعتبر معناها سابق الأوان وما نجموش نعرفوه. اسكو اللجنة منفتحة باش تسمع منا أو من عدمه؟ هذا من نجموش نفتوه، وإحنا نكونوا عاملين إن شاء الله باش نعطوا مقترحاتنا اللي من شأنها باش تكون عمل اللجنة على مستوى معناها ناجح إن شاء الله. واضح. السيد نور الدين بن عياد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مشكور جدا على تدخلك معنا ومدنا بكل هذه التفاصيل. إذن المنظمة الفلاحية ستكون حاضرة ومشاركة في أعمال اللجنة الاستشارية ولجنة الحوار الوطني بقيادة السيد نور الدين بن عياد. بعد شوية باش تكون عندنا قراءة معمقة لمختلف الآراء القانونية والسياسية بخصوص الأوامر الرئاسية اللي صدرت البارح بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية المتعلقة بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء حول دستور جديد للبلاد نهار 25 جويلية، وكذلك الأمر المتعلق بتركيبة اللجان الاستشارية. ريكاب ميدي. نص النهار وخمسين دقيقة على إذاعة الحيت اف ام، واصل معكم حتى لساعتين في ريكاب ميدي. معايا سي حمد البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. مرحبا سي حمد. مرحبا بك وحلى المستمعين والمستمعات ومتابعي إذاعة الحيت اف ام. شكرا جزيلا لك. تدسويت في الانترفيو دي جور. انترفيو دي جور. في الانترفيو متاعنا لليوم نحكيه على صدور الأمر الرئاسي المتعلق بتركيبة اللجان الاستشارية اللي صدر البارح في رأي الرسمي الجمهورية التونسية، واللي ضمن في التركيبة متاعهم بعض الأعضاء ولا بعض الأطراف اللي كانت رافضة للمشاركة في الحوار الوطني على غرار اتحاد الشغل، على غرار زادة عمداء كلية الحقوق في الجمهورية التونسية. هذاك علاش في قراءة قانونية لهذا الموضوع معنا عبر الهاتف أستاذة القانون الدستوري السيدة منى كريم. مدام منى كريم عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي حياة فهم. شكرا على الدعوة. شكرا على قبول الدعوة مدام منى، بارك الله فيك. دونك مدام منى، سؤال اللي يتبادر إلى ذهن أي طرف أو أي مواطن تونسي اليوم يقول لك في ظل رفض بعض الأطراف المشاركة في الحوار وتعبيره على هذا صراحة، رئيس الجمهورية أصدر في الرأي الرسمي الجمهورية التونسية أمر رئاسي يقضي بتكليف بعض هذه الأطراف اللي هي رافضة بالمشاركة في اللجان الاستشارية. في البداية يعني كيفاش يتم؟ هل هذا الأمر اللي يصدر في الرأي الرسمي ساعة لازم يطبق ومجبرين الآن بعد صدور الأمر الرئاسي أنهم يقبلوا المشاركة، أو أنه عندهم مجال وأنهم يرفضوا وما يشاركوش؟ هو الأمر هذا اللي يصدر غير مطابق حتى للمرسوم، يعني عدد 30، والمرسوم عدد 30 في حد ذاته غير مطابق للأمر 117 اللي صدر في 22 سبتمبر 2021. كيفاش مدام؟ علاش غير مطابق؟ على خاطر الأمر اقتضى أنه ستتكون لجنة استشارية بأمر بعد ما رعنا إلا أنه هبط مرسوم ماهوش أمر. علاش هبط مرسوم؟ لأنه المرسوم نص غير قابل للطعن بالإلغاء حسب الأمر 117. ثم الأمر اللي صدر البارح غير مطابق للمرسوم. لماذا؟ لأنه الأمر هذا سمى بالأسماء العمداء في مرحلة أولى، وزاد عليهم أضاف عليهم مديري المعاهد القانونية، مدير المعهد العلوم القانونية بالقروان والمعهد العالي للعلوم القانونية بجابس. هذوما ما كانوش مذكورين
في المرسوم. يعني أمر يصدر غير مطابق لمرسوم، مرسوم يصدر غير مطابق لأمر، يعني هنالك لخبطة تشريعية كبيرة. هذا من حيث الشكل. من حيث المحتوى اليوم قلت لي هل أنه هذا الأمر يجبر العمداء، على الأقل مش نحكي فيما يتعلق باللجنة القانونية. هنالك فقه قضاء في المحكمة الإدارية يقر بأنه لا يمكن إجبار أي موظف على القيام بعمل لا يدخل تحت طائلة القوانين المنظمة لعمله أو لوظيفته. يعني اليوم فما حتى نص ينجم يجبر العمداء اللي هما يشغلوا خطط وظيفية، مش وظيفة معناتها قارة في الوظيفة العمومية، هما أساتذة مرسمين بالوظيفة العمومية، عندهم نظام أساسي، معناتها عندنا نظام أساسي نخضعوله، لكن العمداء بحكم أنهم منتخبون من طرف زملائهم يتسموا في خطط وظيفية. الخطط هذه هي خطط انتخابية، وبالتالي لا يمكن إجبار العمداء هذوما أو كما نقولوا عقابهم بين ظفرين لعدم الالتحاق ب اللجنة الاستشارية المذكورة. يعني احنا اليوم من الناحية، خلينا نبعده من الناحية القانونية، من الناحية السياسية اصبحت حرب كسر عظام. يعني انتم رفضتوا، انا نعينكم بالسيف من عليكم. يعني كأن العملية اصبحت عملية تسخير، تسخير لاشخاص بصفاتهم باش يقوموا مش حتى بكتابة الدستور، بالمصادقة على الدستور الذي سوف يعده أو أعلن عن أبرز خطوته السيد رئيس الجمهورية. لأنه كما نعرفه في 20 يوم معناتها غير ممكن القيام بعملية تأسيسية وكتابة الدستور، خاصة وأنه كان أعلن السيد رئيس الجمهورية في حوار سابق قبل سنوات أنه الدستور هو نص سياسي بالأساس، لا يمكن للخبراء وحدهم يعني ناس تقنيين أن يكتبوه، لابد من لهذا العقد الاجتماعي أن يكون عملا تشاركيا يشاركوا فيه الخبراء، خاطر الخبرة القانونية لازمة، لكن يشاركوا فيه أيضا جميع الأطراف المكونة للمجتمع المدني وجميع الفاعلين السياسيين، لأنه هو بالأساس عمل سياسي قبل أن يكون عمل قانوني. وبالتالي هذاك علاش أنا نعتبر أنه اليوم صدور الأمر هذا فيه تحدي للعمداء، تحدي للنخبة، تحدي للجامعة اللي خرج منها السيد رئيس الجمهورية. مدام منى كريم، انت قلت وانه ما فماش قانون يجبر موظف على انه معناها يقوم بعمل غصب عنه ولا دون موافقته، ولا يجبر العمداء على المشاركه في اللجنه الاستشاريه، ولكن السيد رئيس الجمهوريه قيس سعيد هو ايضا استاذ قانون دستوري، واكيد يعني كما نقولوا حط في اعتباره هذه النقطه، وعنده ربما ما يبرر هذا التعيين. نجم يقول لك احنا في فترة استثنائية، في ظرف استثنائي تمر به البلاد، فهذايا وكأنه رفض للقيام بواجب وطني. والله جستمون خاطر هو أستاذ قانون دستوري، برشا حاجات عملهم ما يزموش يعملهم، معناتها كما الخروج عن نص الدستور، كما إلغاء الدستور بهذه الطريقة. يعني خرج من جبة الأستاذ وارتدى جبة السياسي رئيس الدولة. يعني اليوم مناش نتخافوا احنا مع أستاذ جامعي، أستاذ جامعي على راسي وعيني، هو زميلي، هو أنا انتخبته، يعني ما تربطني به علاقة احترام متبادل، لكن احنا ننتقده في الأفعال أو الأعمال السياسية لرئيس الجمهورية، الأداء السياسي، يعني ما عنده حتى علاقة بصفته الجامعية. أنا نقول بون لا يمكن إجبارهم، لكن شنو مش تعمل إذا كان رفضوا؟ هذاك اللي نخمم فيه أنا. شنو هي الآليات القانونية اللي عندك باش معناتها تتصدى لهذا الرفض؟ اليوم المنظومة التشريعية لا تسمح بمعاقبة أي شخص يرفض القيام بعمل غصبا عنه، إلا عندك فكرة التسخير. التسخير هذه خارجين من المنطق هذا احنا نتاع التسخير، لأنه كما قلت لك العمداء هما في خطة وظيفية، الخطة هذه تم انتخابهم من أجلها، وبالتالي لا يمكن إجبارهم على القيام بأي عمل آخر يخرج عن نطاق الإشراف على المؤسسة الجامعية. مدام منى، هل يمكن التدارك وكيف ينجم يكون نصدر هذا المرسوم نظرا لضيق الوقت، و25 ماي ينجم يكون يعني يصدر بتلك الشاكلة، ولكن اليوم هل أمام رئيس الجمهورية أنه يتدارك هذا الأمر؟
هو رئيس الجمهورية هو المشرع الوحيد اليوم، معناتها فماش برلمان يشرع، هو المشرع يشرع عبر أوامر، يشرع عبر مراسيم، يعني في أي وقت نجم يصدر أي مرسوم رئيس الجمهورية يلغي به المرسوم سابق مثلا، يدارك به الأمر، يقول أنه الحوار هذا مش يكون فعلا حوار وطني وحوار جامع وحوار ديمقراطي، ينجم يوخر الأجال، معناتها هو عنده الحرية التامة باش يعمل اللي حب باش يصلح الأمور أو يحاول يصلح الأمور في اتجاه فتح هذا الحوار على أغلب الأطراف الفاعلة، الأطراف المجتمع المدني، الخبراء السياسيين إلى آخره، يعني ديما الفرصة موجودة أنه يدارك، معناتها هذا ما هوش ضعف أو رجوع إلى الوراء، بالعكس هذا ما يكون كان في مصلحة البلاد، ماذا بينا أحنا نشاركه في عملية صياغة الدستور، لكن مش بالطريقة هذه، معناتها تجيب لي دستور جاهز وأنا مش نصادق عليه، ولكن الصياغة يعني تكون عندي سلطة تقريرية، تكون عندي سلطة اقتراح، تكون عندي سلطة رفض، يعني هذا هو المشاركة. هل تعتقدين مدام منى كريم أنه سيد رئيس الجمهورية قد يتراجع، لأنه شفنا تصريحات سيد نور الدين طبوبي ودعا إلى تقديم تنازلات والقيام بمراجعات من أجل المصلحة الفضلة للبلاد، على اعتبار وأن ذلك لا يعتبر ضعف معناها، ولكن السيد رئيس الجمهورية مضى قدما وأصدر أمر، يعني مرسوم أو أمر رئاسي في رأي الرسم الجمهوري التونسية يقضي بتعيين هؤلاء اللي هما رافضين. والله نتمنى يتراجع، ما بالعكس هذا مشي، معناتها بالعكس ما يكون كان نقطة إيجابية معناتها يسجلها سيد رئيس الجمهورية، وإحنا الكل نحب بلادنا ومصلحة بلادنا، معناتها مهيش أغراض شخصية بيناتنا وإلا عداوة شخصية، بالعكس إحنا يجمعنا حب الوطن هذا، وكان تراجع يا مرحبا، معناتها مذبينا ينفتح، مذبينا يسمع الناس اللي ضده الناس اللي معاه، الحوار ديما هو تلاقي أفكار متضادة، هذا هو الحوار وإلا معاش يتسمى حوار، يعني نتمنى لكن نستبعد وكهو نستبعد لكن نتمنى. أستاذة منى، بعيدا عن الجانب الشكل، الأمر اللي خرج اليوم ما زلنا ما نعرفوش الناس اللي وقع ذكرهم بالاسم أنهم رفضوا ولا لا، لأن حتى العمداء اللي هبطوا البيان كان بيان فقط غير ممضى اليوم، وحكيت أنه الدستور تمت كتابته، ما يقوله الرئيس ويقول أنه ما كتبتش، يعني يقول أنه اللجان ستقترح وهي لجان استشارية، فتراش أنه احنا قاعدين مرات نقوله في كلام أنه الدستور تكتب هو مش مكتوب، وأنه المجموعة الرافضة لأن الدستور تكتب فالأصل مش مكتوب، وما احنا مازلنا ننتظروا أنه الأسماء اللي تعينت مازالوا ما خرجوش يبين، تراش أنه كلامنا ذايا احنا على الجانب الشكل ذايا سابق شوية لأوانه. لا أنا نتكلم من معطيات معناتها دقيقة، مش هكيك نقول وبرا في الكلام، لماذا علاش على خاطر الرفض متاع العمداء كان بإجماع جميع العمداء، هما خمسة كليات، الخمسة عمداء عملوا اجتماع وخرجوا البيان هذاك وخيروا أنهم يذكروش أسماءهم، لأنه المرسوم كيف سماهم ما ذكرش الأسماء، ذكر صفتهم، بالتالي جاوبوا بصفتهم، هذا هو التفسير متاعهم. بالنسبة لتبرير هذا الرفض، تم الاعتماد أو الاستناد على الفصل 15 من الدستور الذي يقر حيادة الإدارة، والمؤسسة الجامعية هي إدارة، والعميد لا يمثل نفسه فقط بل يمثل طاقم التدريس ويمثل أيضا الطلبة، يعني الرفض هذا واضح وصريح ومؤكد جدا جدا جدا، وهذا الكلام على ضمانتي، معناتها ماهوش اتصلت بالزملاء وتأكدت أنه هنالك إجماع من الخمسة زملاء. بالنسبة للدستور أو الصبغة الاستشارية للهيئة اللي تأكد أنهم سوف يصادقون على الدستور، الكلام هذا زاد مش بصفة اعتباطية، أنا نرجع لفصل 22 من أمر 117 لسنة 2021 اللي يقول أنه سيقوم رئيس الجمهورية بالإصلاحات وسيتم وضع الدستور بالاستعانة بخبراء لهم، معناتها بالاستعانة بلجنة استشارية، وما معنى استشارية في القانون؟ يعني أنا نستشيرك نسمعك لكن مانيش مطالب بالأخذ برأيك. وشنو يدعم أيضا فكرة أنه الدستور هو شبه جاهز، زي ما نقول الجاهز، أنه تم الإعلان على خطوطه العريضة، هذا في بناء على نتائج الاستشارة، وبناء على نتائج الاستشارة، وأيضا المدة مدة 20 يوم باش يرفعوا تقرير
يعني غير كافية بالمنطقة. احنا باش نكتبوا معناتها مقال علمي نقعدوا شهرين وثلاثة، يعني مش دستور، هذا راهو دستور، ما ميزمناش النقص ومن القل ومن قيمة هذا النص، يعني هو أعلى قاعدة قانونية في الدولة. ما تجمش، مستحيل في 20 يوم أنك تقوم بكتابة نص قانوني بهذه القيمة وبهذه العلوية، حاجة بالمنطق بالحساب بالعقل مستحيل مستحيل. واضح. وأنا كان لي اتصال مع أحد عمداء كلية الحقوق يعني في الجمهورية التونسية، وأكد لي أنهم اجتمعوا وقرروا ذلك بالإجماع، وفقط هما تجنبوا الدخول في الأعلام نظرا ما يحبوش يدخلوا في التجاذبات السياسية لا أكثر ولا أقل، ولكن هذا الموقف مؤكد وواضح. يعيشك بارك الله فيك مدام منى كريم أستاذة القانون الدستوري، يعطيك الصحة على تدخلك معنا ومدنا بكل هذه التفاصيل. إذن الناس اللي تقول فما عقوبات حسب القانون، على الأقل نقول حسب القانون التونسي، فإنه لا عقوبات تسلط على من يرفض الالتحاق بالاستشارة أو عفوا باللجان الاستشارية هذه. على كل حال ما زلنا في متابعة شنو باش يصير لو كان يرفضوا أم إنهم ينجموا يلتحقوا. طبعا هذا مسألة وقت باش نقعدوا أكيد نتابعوا فيه. ريكاب ميدي. ماذي ساعة و14 دقيقة على إذاعة الحياة فهم، مازلنا في ريكاب ميدي موصلين حتى لساعتين نحكي على مختلف القراءات السياسية والقانونية بخصوص المراسيم الرئاسية اللي صدرت اليوم في رأد الرسمي أو البارح صدرت في رأد الرسمي الجمهورية التونسية، مرسوم يتعلق بتركيبة اللجان الاستشارية ومرسوم يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء يوم 25 جويلية على دستور جديد للبلاد التونسية. سي حمد يضيفنا لتقديم قراءة سياسية حول هذا الموضوع السيد رياض الصداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف. سي رياض الصداوي مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعيك الكرام وشكرا على الاستضافة. شكرا لك على قبول الدعوة. يعيشك سيريا. في البداية يعني اليوم رغم المعارضة من قبل عدد من الأطراف، اتحاد الشغل كذلك رؤساء أو عمداء كلية الحقوق في تونس، لكن الرئيس أصدر الأوامر الرئاسية من بينهم أمر يتعلق بتركيبة هذه اللجان من بينهم عمداء كلية الحقوق. كيفاش ترى هذه سيريا قراءتك لهذه الخطوة؟ هل يعني هذا لوضع الجميع أمام الأمر الواقع؟ وكيفاش بتكون الأجواء يعني في الأجواء السياسية في تونس؟ ستكون بالضرورة أجواء متوترة، خاصة اتحاد عام تونسي الشغل الذي عبر عن رفضه على هذه الصيغة، لأنه موقف اتحاد عام تونسي الشغل حتى نوضح هو مع ما صار 25 جويلية ومتحمس له، بمعنى هو يطرح القطيعة حتى بالمعنى الاجتماعي الكلمة مع ما قبل 25 جويلية بل سماها العشرية السوداء. هذا يعني نصف الطريق موافق أو متفق مع الرئيس قيس سعيد. النصف الثاني هو الانفراد الكامل بالقرارات من قبل الرئيس قيس سعيد دون تشريك في حوار فعلي لاتحاد عام تونسي الشغل وللمجموعة. أنا أول شيء لما قريت الأسامي ثم إشكال أن اتحاد عام تونسي الشغل رافض الحوار، إذن لا داعي أن تضعه أو تنتظر إلى أن تحاوره، وهو لن يقبل سيكون مقعد الشاغر. نفس الشيء القائمة رجال القانون كلهم عمداء أو مدير معاهد، رأوا للمجتمع التونسي الكريم راهو عميد، لما واحد يكون عميد كلية لا يعني أنه عبقري ومتميز عن بقية زملائه، هي خطة إدارية كل سنتين ينتخب عميد ثم يترك لزميل الآخر ثم يترك لزميل الآخر، هي خطة إدارية يتبادل فيها الأساتذة الجامعيين هذا الموقع. معنى العميد مش معنى أنه أكثر علما أو معرفة أو فكرا من أستاذ جامعي بزميله يدرس معه. ثاني شيء كلهم رجال قانون، هذا ربما ينعكس على شخصية الرئيس قيس سعيد لأنه نفسه أتى من القانون ومن القانون الدستوري القانون العام تحديدا، لكن رأوا الدستور البلدان لا تدار فقط بالقانون ورجال القانون، أين هم علماء السياسة؟ أين هم علماء الاقتصاد؟ أين هم علماء الاجتماع؟ بل حتى علماء النفس علماء النفس الاجتماعي لمعرفة أين يذهب الشعب التونسي. إذن النخبة العلمية الفكرية في البلد لا يستد عسرا ومحتكرة
في رجال القانون. ثم أيضا فوجانا، أنا كنت أنتظر على الأقل أسماء كما يستقبلها الرئيس قيس سعيد على رأس من عميد صادق بالعيد، فوجئت بعدم وجوده في القائمة لا رئيسا ولا عضوا. هو رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية سرياب، إذا هو أفضل. ثم ما عندي اسم آخر هو أمين محفوظ، الأستاذ أمين محفوظ أيضا كان يستقبله الرئيس قيس سعيد، لم أراه في ولكنه ليس عميد في الوقت الحاضر، يعني السيد أمين محفوظ ليس عميد يعني حاليا. أنا هذا سبب أنا صراحة ترى عميد، العميد ليس يعني أنه هو متفوق علميا أو فكريا أخضر انتاجا من الأستاذ الجامعي. رأى العميد هي خطة إدارية يتداولها الأستاذ الجامعي، وكل سنتين ينتخبوا واحد ما بيناتهم ثم يخرج. حتى الجامعة ذنب هكذا، يعني مدة معينة ثم يأتي أو رئيس قسم مدة معينة ثم يأتي الآخر مدة معينة ثم يأتي، هي دورة إدارية وليست سلطة فكرية أو علمية أو تفوق. واحد يقول أنا عميد يعني إذا أنا متفوق علمي، ممكن يكون عميد هو أقل إنتاجا وأقل كتبا من زميله الآخر. إذا هذه الملاحظات الشكلية، لكن أهم شيء طبعا بالنسبة إلي هو غياب عناصر المجتمع الأخرى، والدستور يعكس كامل المجتمع، علماء الاقتصاد بالذات، علماء الاجتماع، علماء السياسة، علماء السياسة الفرق بينه وبين القانون أنهم لا يقرأون النصوص فقط، ولكن ما بعد النصوص والانعكاس على الواقع وعلاقة الواقع بالنص. وهل يستفيد وخاصة سرياض وأن التحديات القادمة هي اقتصادية واجتماعية بالأساس يعني. نعم، وسياسية حتى سياسية، وحتى علماء سياسة وعنا علماء سياسة متميزين جدا في تونس من بعض أصدقائي. الأستاذ حماد الرديشي عنده سمعة عالمية في العلوم السياسية وليس حتى تونسية، وإذا هذه المقاربة الأولى. لكن كما قلت الرئيس قيس سعيد شخصيته لأنه جاء من القانون الدستوري فيريد أن يحيط نفسه برجال القانون فقط، وحسب رأي هذا سيضعف العملية، سيضعف العملية كما قلت. طيب سريا، مطلوب أن نستمع وندخل الكفاءات العلمية الفكرية في الميادين الأخرى في إطار تحضير هذا الدستور. واضح سريا، في الوقت اللي كان الجميع ينتظر ربما من رئيس الجمهورية قيس سعيد أن يقدم بعض التنازلات لإرضاء كل الأطراف، باش الناس كلها كي تمشي تشارك تكون تشارك عن اقتناع، خاصة اتحاد الشغل وقرار هيئته الإدارية، ما كانش رفض قاطع، هو كان فقط ينتظر تفاعل من رئيس الجمهورية. كذلك سيد رئيس الجمهورية لم يتفاعل مع رفض عمداء الكليات وتم المرور بقوة. هذه النقطة كيف ستنعكس على مستقبل اللجان والدستور القادم والأعمال يعني المنوطة بعهدة هذه الهيئة؟ ستضعفها إذا عميد يذكر اسمه ولا يحضر، يعني ثم أشكال، ثم أشكال بنيوي هيكلي، يعني ثم أشكال. إذا عميد اثنين ثلاثة تذكر أسماهم وهم يقولون لا نحن نعتذر لا نشارك، إذا عندنا مشكلة بنيوي هيكلي، مشكلة حقيقية. إذا حد عن الشغل يغيب عن هذه اللجان ولا يشارك، إذا عندنا مشكلة كبيرة جدا. أنا أتفهم الرئيس قيس سعيد أنه اشمئزازه من الطبقة السياسية والأحزاب السياسية، ورغم أنها ليست كلها لأنه عشرية سوداء حتى كما تقول أدبيات حد عن الشغل، وضعف ونيار دبلة وتذليل البرلمان والحياة السياسية وصراخ وفوضى واوا كله، والشعب التونسي مل إلى آخره، وحتى الشعب التونسي إذا ما انتقد خطوات الرئيس قيس سعيد لا يعني ذلك أنه سيرجع إلى ما قبل 25 جويلية. هو يبحث دائما عن أمل جديد، عن شيء جديد. هو جرب العشر سنوات والنهضة صارت وجرت إلى آخره وكانت هذه النتيجة. الآن يجربوا مع الرئيس قيس سعيد، لكن غياب مثلا حدام الشغل عن الحضور، وهذا حسب رأيي يعتبر مشكلة أساسية بنيوية هيكلية يجب على الرئيس أن يراجعها بشكل عميق ووعي ويدرك حجم حدام الشغل ورفضه المشاركة في هذا الحوار. وكما قلت فعلا الاتحاد هو لا يرفض الحوار لأنه هو اتحاد مع مسار 25 جويلية، هو مع هذا المسار وهو يدافع عنه، لكن الصيغة الطريقة الفوقية الفردية هذه تسببت له مشكلة. إذا فعلا الآن نحن أكاد أقول في مأزق، وهو لجان أعضاها يرفضون المشاركة، لكن وردت أسماءهم أعتقد في الرائد الرسمي يعني رسميا، ولكنهم يرفضون المشاركة. أنا عندنا مشكلة حقيقية.
أستاذ رياض، في قراءة بين السطور يعني تجاوبا مع كنت تقول في سيادتك، ترأس أنه هذه التعيينات بأمر رئاسي على الرائد الرسمي يضع هؤلاء الأشخاص، يقول لك أنا استدعيتكم وانتم ما حضرتوش، وبالتالي الخطأ موش مني، منكم انتم. سؤالي الثاني، ترأس اللي احنا منذ 2011 في كل محطة تكاد تكون ندخل في برشا جدل عقيم، مما يجعلنا في الأخر نأخذ حلول سهلة، ونتذكر الكل ما وقع في أول 2011 يعني على مستوى تعيين الرئيس واستعمال الفصل 55 أو 56، ومن بعد القصبة واحد ورئيس الوزراء اللي كان سابقا بشام، وبعدين الانتخابات الأولى والتوافق، يعني محطات كنا خسرناهم. تراس أن احنا اليوم قدام محطة أخرين يمكن أن نخسرها مرة أخرى ونقعد في نفس الدوامة للأسف. وهذه المشكلة أنه الشعوب المتقدمة دائما تبني شيء جديد على شيء قديم بدون أن تحطمه وتدمره. ثم تواصل تنقيح الدستور، ودول كثيرة نقحت دستورها، مثل الدستور الفرنسي واستفتاء شارل ديغول، لأن نظام البرلمان الفرنسي عزيزة بنيويا هيكليا، فتم الإيجاء إلى نظام رئاسي. تركيا نفسها كانت نظام برلماني، أردوغان عمل استفتاء وأصبح نظام رئاسي. وأنا شخصيا كنت بعد الثورة 2011 كنت متحمس للنظام البرلماني، لأن النظام البرلماني عنده ميزة وسيئة، يقول كاليتي ديفو. الميزة أنه فعلا يقطع مع سلطة الفرد وتغور سلطة الفرد الحاكم. المشكلة والسيئة والعيب الكبير فيه هو عدم الاستقرار السياسي. مش ممكن نتقدمه في ظرف 10 سنوات وعنا 10 حكومات، والوزير لا يمسك في بعض الأحيان شهر، يعني لا يبقى شهر في منصبه. مش ممكن عمر الحكومات كان في حدود 6 أشهر سيرياف. لا يمكن. إذن وصلنا إلى ما نسميه في العلوم السياسية ما زلق، ليس من النوع السياسي وإنما من النوع البنيوي الهيكلي. يعني المشكلة أصبحت بنيوية هيكلية. الآن من حوالي 2 أو 3 سنين وأنا في كل وسائل الإعلام العربية وفرنسية وغيرها وأجنبية وتونسية أدعو إلى نظام رئاسي. جربنا نظام برلماني وصل إلى طريق مسدودة، وعلى فكرة يعني 3 جمهوريات عربية تعمل في النظام برلماني، هي تونس ولبنان والعراق، وثلاثة وصلوا إلى مازق حقيقي. 3 عندهم مشكلة مع هذا النظام. ربما النظام البرلماني يصلح للملكيات الدستورية، لكن دول كثيرة غيرت من نظام برلماني نظام رئاسي، على رأسها كما قلت شارل ديغول وفرنسا، وأخيرا يعني وليس آخرا أردوغان ونظام السياسي التركي. إذن أنا الآن مع نظام رئاسي. لماذا مع نظام رئاسي؟ لأنه حتى نعرف لمدة 5 سنوات هذا من هو الحاكم الفعلي في البلاد. لما نعرف من هو الحاكم الفعلي نستطيع أن نقيمه سلبا أو إيجابا. كان أحسن ونجح، إذن أنت المسؤول عن النجاح. كان فشل، أنت المسؤول عن الفشل. تطلع 10 سنوات هذا مش عارفين المسؤول عن الفشل، لم يحدث نجاح اقتصادي اجتماعي على الأقل. لكن من هو المسؤول عن الفشل؟ كل واحد يجبدي يا ترويكا، لا أنا ناظر مشني واحد ترويكا، لا نذا تونس، لا أنا وتخرج. إذن مع النظام الرئاسي على الأقل تقول الأمور واضحة بالنسبة للشعب، بالنسبة للناخب، أنت رئيس عندك صلاحيات تنفيذية في كامل المجالات. إذن تفضل ماذا ستفعل في 5 سنوات؟ إذا أعجبتنا وحققت نجاحات نجد لك، وإلا فأنا نعاقبك ننتخب طرف آخر. الآن هذه قناعة وصلت لها أنا. نعم سرياض، النظام الرئاسي إذا كان باش يكون بهذا المنطق، وانت سيادتك كنت تتحدث على انه فما فوقيه في التعامل مع بقيه الاطراف من قبل رئيس الجمهوريه قيس سعيد، هل يستقيم يعني هذا النظام الرئاسي؟ هل هكذا هو النظام الرئاسي اصلا؟ يعني احنا الان رولتنا في نظام رئاسي، احنا في مرحله مؤقته انتقاليه غير عاديه، هجينا انطلاقا من تفعيل فصل 80 من الدستور القديم. يعني تفعيل فصل، إذا نحن في مرحلة انتقالية. من يعطي الشرعية ويجدد الشرعية؟ لأن الشرعية ليست أبدية أو دائمة لأي طرف كان، هو الشعب. عبر ماذا؟ عبر صناديق الانتخابات. إذا الشعب يقول كلماته، الشعب هو الحكم. من تلاحظوا الناس كلها تحكي باسم الشعب، يخرج أحمد نجيب الشابي باسم الشعب، يخرج راشد الغنوشي باسم الشعب، يخرج نور الدين طبوبي باسم الشعب، يخرج قيس سعيد الرئيس نفسه باسم الشعب. لكن نحن لا نعرف الآن بالضبط ماذا يريد الشعب. احنا ما قلنا شيء. كيف نعرف ذلك؟ عن طريق صناديق الانتخابات. كل يقدم مشروع ويقدم برنامجه، وعن طريق
صناديق الانتخابات. إذن نحن الآن في مرحلة انتقالية مؤقتة غير عادية استثنائية، هم يسموها دستورين استثنائية. فيما بعد سنة ربما الشعب التونسي يرفض هذا الدستور، يقول لا. نحن إذن أمام منعرج آخر. أنت كرئيس قدمت دستور الاستفتاء، ليس بالضرورة أن يفقه للشعب. ربما في انتخابات 17 ديسمبر القادم تعود نفس الوجوه، نفس الوجوه للبرلمان القديم، ونفس الكتل ونفس القوى السياسية. إذن وخاصة رئيس قيس سعيد ليس لديه حزب على الأقل إلى الآن حتى يشارك أو حتى يكون له برلمان موالي، فلنعود مرة أخرى في صراع بين برلمان الجديد منتخب والرئاسة. نحن فعلا في مرحلة انتقالية دقيقة حرجة خطيرة، يجب أن تتضح الأمور لنذهب إلى تأسيس شيء طويل المدى. لأنه كثر اللعب، كل مرة نعملوا أكتب وفسخ، كم واحد يبني عمارة قبل ما يكملها يهدمها وحاول يبني واحدة ثانية لأنه ما عجبتوش إلى آخر. به سرياذ، بالنسبة للنقطة أنت قلت وأنه ممكن يصير في الانتخابات التشريعية القادمة سابقة لأوانها يعاود ينتج أو تنتج هذه الانتخابات نفس الوجوه، ولكن هل تعتقد ذلك جائز باعتبار وأنه توجهات السيد رئيس الجمهورية معلومة للجميع هو التوجه إلى الانتخابات أو الاقتراع، عفوا نظام الاقتراع على الأفراد، وقد يقصي السيد رئيس الجمهورية بعض الأحزاب ربما من المشاركة على اعتبار وأنه يحملهم مسؤولية العشرية السوداء؟ هو فما شيء هام جدا أنه الرئيس قيس سعيد تحدث مرارا كثيرا حتى قبل 25 جويلية، عنده خط 6 خطب على الأقل، حدث عن سياسيين جواسيس، سياسيين خونة، سياسيين مرتشين، فاسدين، متلاعبين بالمال، يأخذون أموالا أجنبية، مالا أجنبي، حدث حتى عن أجهزة مخابرات أجنبية وتسعى الأخير. هذا كله كلام الرئيس قيس سعيد، مش كلامي أنا، حتى نحطه بين قوسين. لكن عمليا إجرائيا قضائيا لم نرى شيء إلى حد الآن. لم نرى شيئا إلى حد الآن، وهذا يطرح تساؤلات على الأقل. أنا لا أتحدث بس الشعب التونسي، لكن الشخصية يطرح تساؤلات، لأنه واحدة من الاثنين، يا يعني كل ما قاله الرئيس قيس سعيد غير صحيح، لهذا لم يقدموا للمحاكمة ولا القضاء، فبالتالي هم لا عندهم حق، أو صحيح وثم قوة قاهرة تمنعه من ذلك. أنا تحدثت في بعض مداخلات في فيديوهاتي عندي قناة على اليوتيوب، تحدثت عن شيء اسمه مصلحة الدولة لا غيزون ديتا، أعطيت أسيبي مش نعطي أمثلة بالشكل العام مش بالشكل الخاص، ما تكونش أسيبي مثلا جهاز مخابرات أجنبي بتاع دولة عنده علاقة طيبة مع تونس اقتصاديين على الأقل، لو مصالح اقتصادية كثيرة مشتركة مع تونس، متورط في تمويل حزب معين في تونس، وأجهزة الأمن والمخابرات التونسية عندها هذه الوثائق. وتعرف الرئيس قيس سعيد كأي رئيس في العالم كل أسبوع عنده تقارير المخابرات العسكرية وتقارير المخابرات الأمنية، يعني والمفروض الرجل أكثر معلومات استخباراتية في تونس كأي رئيس في العالم، يعني مش كأنه فإذا يصطدم الرئيس قيس سعيد بشيء اسمه لازون ديتا، مصلحة الدولة. أنا أعرف أنه هذا الحزب وهذا الشخص أخذ أموالا من مخابرات هذه الدولة، لكن إذا نجيبه للمحاكمة والقضاء فسأصطدم مباشرة مع هذه الدولة التي لتونس مصالح معها. هذه وقعت مثلا في الجزائر، نعطيكم حادثة طريفة، تعرف أنه رئيس حكومة أسبق أحمد يحيى في السجن أمام القاضي، لو أنت وجدت عندك صفائح ذهبية، صفائح ذهبية نجد الصفائح الذهبية هذه أعطاها لي هدية أمير خليج وما تشهد. طبعا القاضي لأنه أحمد يحيى باية وخبيث وعمل السياسة يقول خليني نورط الدولة الجزائرية في مصلحة الدولة. مش يقول لي ما القاضي لم يتجرأ يقول له ما اسمش من ما هو اسمه الأمير هذا الخليجي اللي يعطاك رشوة صفائح ذهبية مقابل أن تصطاد في الجزائر الأخيرة. نفس الشيء في تونس، فما شيء اسمه لا ريزون ديتا، مصلحة الدولة. فيبدو أن الرئيس قيس سعيد متردد أو غير قادر على فتح هذه الملفات
الاستخباراتية الضخمة اللي كان يتحدث عليها بشكل عام حتى لا تصطدم مصالح تونس الاقتصادية مع دولة أو دول أخرى. واضح. طيب سيرياد نختم معك بسؤال، ألا ترى أنه الخيارات اللي توجه فيهما سيد رئيس الجمهورية وتوسع دائرة الرافضين للخطوات وألا هذا المسار اللي يمشي فيه سيد رئيس الجمهورية قد يخدم مصلحة معارضيه؟ هو فعلا هذا ما يحدث الآن، لأنه على الأقل لأنه الرئيس قيس سعيد تكوينه قانوني بحت، أنا تكويني علوم سياسية، إحنا في العلوم السياسية مرضينا لرجال القانون، لو كانت رجال القانون الدستوري تكفي لما أنشئت يعني مادة العلوم السياسية. معروف أي معركة سياسية يخوضها أي طرف حزب أو قيادة هو دائم، حتى الحروب بالمعنى الكلمة يعني الحروب العسكرية يجب عليك دائما أن يكون لك أقصى ما يمكن من الحلفاء أقل ما يمكن من الأعداء. لكن لاحظوا الرئيس قيس سعيد مثلا طيار الديمقراطي كان معه فأصبح عدو لدون الله، وحركة الشعب كانت معه أصبحت مترددة وتبتعد عنه، اتحاد عامة الشغل 25 جولة كان معه أصبح يبتعد عنه. إذن السياسي حتى ينجح في معركته يزم مهما كانت قوته وحتى ولو كان رئيس دولة يزم أقصى ما يمكن من الحلفاء وأقل ما يمكن من الأعداء لحصر العدد الأعداء حتى يستطيع أن يتغلب عنه. هذه قاعدة ذهبية في العلم السياسي تطبق على أي دولة كانت وحتى في التاريخ يعني أي زعامة. إذن كيفاش ترى سيرياد مستقبل عمل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وأعمال هذه اللجان، كيفاش تستشرف إنها باش تكون؟ أنا بالنسبة بما أن مركزة كلها في ضمن رجال القانون يعني فما مركزية قانونية واضحة، ثم اتجاه نحو النظام الرئاسي هذا شيء واضح يعني، وأنا مع ذلك لست ضده، أنا مع ذلك مع نظام رئاسي تونسي لأن جربناه البرلماني ووصلنا إلى مأزق يعني. لكن كما قلت الشعب مطالب أن يقول كلمته، ثم سيناريو بما نتحدث عن انتخابات ثم سيناريو ممكن أن الشعب يرفض هذا الدستور، ولا أنا أرى الدستور لا أريد إجابة لا، أنا تتقى مشكلة كبيرة جدا كما قلت حتى في الانتخابات البرلمانية إذا ما عادت نفس الوجوه أو قريبة من التوازنات السابقة أيضا عندنا مشكلة. في كل الحالات لابد من توسيع إطار الوفاق الوطني. شنو باش يعمل؟ ماذا أمام رئيس الجمهورية سيرياض أنه يعمل خاصة أمام الرفض؟ ماذا لو رفضوا نهائيا المشاركة؟ شنو باش يصير؟ باش تتواصل أعمال اللجان بصفتها هي لجنة استشارية فقط والحضور غير إجباري، أم أنه باش يراجع بعض المواقف؟ شوف لجان استشارية إذا لم يحضر فيها أحد من الشغل وعمداء رفضوا الحضور فيها تفقد قيمتها الاعتبارية وقيمتها المادية، حتى تفقد قيمة خاصة أحد من الشغل، لأن أحد من تونس الشغل هو يسموه تونس تاريخيا كونتر بوفوار، ما فيش لعب، كل من دخل في صراع مع أحد من الشغل خسر، هذه نويرة رئيس حكومة تونسية الله يرحمه خسر المعركة عام 78، محمد الزالي دخل الله يرحمه دخل وحكومته دخل في صراع مع أحد من الشغل نهائيا وخسر المعركة وعاد الاتحاد. الاتحاد عام الشغل لا يلزم، راه يمثل الطبقة المتوسطة في تونس طبقة كاملة يمثلها. فإذا وبما أنه قطع 50% من الطريق مع الرئيس قيس سعيد، إذا لابد حتى تكون هذه اللجان الاستشارية فعلا عندها قيمة على الأقل الاتحاد عام الشغل يوافق ويدخلها بحماس ويشارك فيها بحماس، وإلا فإنها ستكون هزيلة جدا. واضح. السيد رياض الصداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. احنا وصلنا الماضي ساعة و 36 دقيقة، بعد شوية عنا ضيفنا بخصوص ايضا قراءة وموقفه من من اللجان الاستشارية اللي صدرت اليوم في الرأي الرسمي للجمهورية التونسية. ريكاب ميدي. ماضي ساعة و 39 دقيقة على إذاعة الحيت فام، وصلنا للجزء الأخير من غيكاب ميدي من توا حتى لساعتين نحكيه على القراءات السياسية والقانونية ومواقف بعض الأطراف السياسية اليوم من الأوامر الرئاسية اللي صدرت البارح في رأي الرسمي الجمهورية التونسية. سي حمدي ضيفنا توا هو السيد غازي الشويشي الأمين العام للتيار الديمقراطي. سي غازي مرحبا بك على إذاعة الحيت فام.
مرحبا، شكرا على الاستضافة وتحياتي لك ولكل المستمعين ومستمعات إذاعة حياة فاس. شكرا لك. معايا سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. نبدأ معك سي غازي شاويشي بسؤال، كيفاش تلقيت ولا كيفاش تبعت يعني الأوامر الرئاسية اللي صدرت البارح سواء بخصوص دعوة الناخبين للاستفتاء يوم 25 جويليا من أجل دستور جديد، أو كذلك اللي تتعلق الأمر الثاني اللي يتعلق بالتركيبة متاع اللجان الاستشارية واللي فيهم أطراف عبروا على رفضهم للمشاركة فيها؟ هو كما هو معلوم أنه الرئيس الدولة منذ مدة قرر بطريقة أحادية الجانب أنه يعمل استفتاء من أجل دستور جديد ومن أجل جمهورية جديدة كما يسميها، وبالتالي بالرجوع للقانون الانتخابات بالضروري أنه معناه يصدر مرسوم لدعوة الناخبين للاستفتاء في التاريخ اللي هو اختاره، معناه 25 جويليا. البارح أنا تقريبا قبل منتصف الليل معناها تخرج المراسيم ويتم نشرها معناها في الرايد الرسمي في آخر لحظة، معناها مراسيم ريتاها فيها الدعوة للناخبين للاستفتاء يوم 25 جويلية على الدستور الجديد. الدستور هذا الجديد من المفروض طبق القانون الجاري بالعمل أنه يتم نشر النص معناها في الرايد الرسمي باش التوانسة يطلعوا عليه وباش الأحزاب اللي دعمته تعمل حملة متاع دعم والأحزاب اللي رفضته تعمل حملاتها ربما للرفض أو للمقاطعة، ولكن يدخل معناها تعديل ويقول هو إجراءات استثنائية بعلاقة بالأجل هذه ويغير فيها ويجعل أنه آخر أجل لنشر هالدستور الجديد يوم 30 جوان، معناها بالتالي التوانسة يوم 30 أو 20 جوان. سي غازي نعم يظل يوم 20 جوان. 20 جوان والله اللي تثبت على كل حال تقريبا 20 ولا 30 جوان، معناه التوانسة باش يلقاو رواحهم معناه في ظرف شهر باش يطلعوا على الدستور ومعناها يشوفوا شنو هو الباهي فيه وشنو هو الخايب، وباش الأحزاب ولا حتى المنظمات معناها اللي معناها عندها علاقة بالموضوع تعمل حملاتها معاه ولا ضد اليوم، وتعرفوا أنه القانون الانتخابي يقول فقط الأحزاب الممثلة في البرلمان هي اللي عندها تعمل حملة في الاستفتاء، واليوم هو برلمان حلو في قرار غير دستوري، هل الأحزاب اليوم الممثلة ومنها التيار الديمقراطي من حقهم أنه يعملوا حملة ولا ما يعملوا؟ على كل حال أنا سميتها حالة العبث معناها قاعدين نمارسوا فيها يوميا، واللي قود معناها هالحالة العبث اليوم في بلادنا هو السيد رئيس الدولة هذا اللي يعتقد أنه اليوم كي يعمل دستور جديد ويعمل نظام سياسي جديد هذا بش يجيب التنمية وبش يجيب التشغيل وبش يجيب الاستثمار وبش يجيب الرفاه وبش يحقق السعادة للشعب التونسي. هذا وهم عايش فيه معنا السيد الرئيس منذ معنا الآن 10 شهور، وهو معنا ساعي لتدمير الدولة التونسية ولتقسيم معنا التوانسة اليوم ولتركيز معنا على الشهوات تخص شخصه فقط لا علاقة لها بأولويات التوانسة. التيار الديمقراطي سي غازي شاويشي هل حسم الأمر في خصوص المشاركة في الاستفتاء أو مقاطعتها؟ التيار الديمقراطي حسم أمره منذ مدة، المجلس الوطني للتيار الديمقراطي اجتمع وقرر مقاطعة معناها كل هالمسار هذا اللي يقوده قيس سعيد بما تضمنه من محطات انتخابية أو استفتاء أو دستور جديد وغيره، وبالتالي التيار الديمقراطي معناه هو اليوم في صف المعارضة منذ مدة، معارضة هذا التمشي الفردي اللي يقوده معنا السيد رئيس. والتيار الديمقراطي إن شاء الله بيش يكون معناه عنصر فاعل اليوم لمحاولة التصدي لهذا الانحراف بالسلطة ولمحاولة التصدي لهذا معناها التمشي الفردي اللي يقوله رئيس الدولة في اتجاه إسقاط هذا الاستفتاء في 25 جويلية وإسقاط كل الرزنامة اللي رئيس الدولة يحب يفرض على التوانسة، بالرغم ريتوا أنه اليوم الجبهة المعارضة هي اللي تمثل الأغلبية اليوم في تونس، حتى الاتحاد العام للشغل اللي عنده مدة معناها قاعد يسعى باش يلقى حلول وأنه يضغط على رئيس الدولة أنه يقبل معنا الحوار، معناها قرر أنه ما يكونش طرف في هذه المسرحية وأنه لا يشارك فيما سمي معناها بهذا الحوار أو هذه اللجان معناها الاستشارية، مثله مثل بقية
معناها المنظمات والأطراف الفاعلين كما العمداء وغيرهم. وبالتالي السيد رئيس الجمهورية اليوم شكون يساند فيه؟ يساندوا فيه المشعوذين هذوم المفسرين اللي راوا فيهم معناها فهمتي في على خاصة على صفحات الفيسبوك ويشوهوا في الناس ويسبوا في الناس، ويساندوا فيه معناها بعض المنظمات كما الاتحاد المرأة أو السيد عميد المحامين بصفته الشخصية وليس بصفته كعميد المحامين، لأنه ليس له تفويض معنا من الجلسة العامة الخارق العادة معنا المحامين. هذا مو من الناس اليوم اللي يساندوا فيه، حتى بعض الأطراف كما الرابطة ريتوا البيانات متاع الرابطيين والرؤساء الرابطة القدامى اللي جاءوا ضد قرار معنا الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. وبالتالي شكون اللي مازال حتى الأطراف كما الأحزاب كما حركة الشعب بجودهم معنا مساندة مشروطة، والشروط اللي طارحينها هما رئيس الدولة رفضها جملة وتفصيلا، ولا يمكن أنه يتنازل عن التمشي الفردي وأنه يخضع لحوار معناها تشاركي لحوار معناها مسؤول لحوار يكون بدون إقصاء. من اليوم اللي يدعي أنه ديمقراطي، الديمقراطية تشاركية ولا تكون، الديمقراطية مؤسسات، الديمقراطية لا يمكن أن يكون فيها الحكم للفرد الواحد، الديمقراطية ما فيهاش حاجة أنا ربكم الأعلى، الديمقراطية هي مؤسسات منتخبة، الديمقراطية هو السلطة توقف السلطة، الديمقراطية هي هيئة تعديلية، الديمقراطية هو حوار، هو نقاش، هو مفاوضات، هي مشاورات، هي أغلبية معناها تأخذ القرار والأقل يلزم تنضبط القرار، هذا هي الديمقراطية. للأسف الشديد هذا يبدو سيد رئيس الدولة رافضه جملة وتفصيلا، ويعتبر راحه هو القائد الملهم المنقذ اليوم اللي حامل معناه لمشروع دستور جديد باش يكرس به جمهورية جديدة أو جماهيرية الله أعلم. اللي حد الآن التوانسة يعرفوا التاريخ الاستفتالي و25 جويلية، ولكن ما نعرفوش على ماذا سنستفتي، ما هي ملامح هذا الدستور، ما هي ملامح هذه الجمهورية الجديدة. ورئيس الدولة معناها أنكم كنتراو حتى الناس اللي معاه في اللجنة اليوم يحكيوا على الأستاذ العميد السابق بالعيد قال ما في باليش بالأوامر هذه وما عنديش حتى علم معناه وجوده، حتى أقرب الناس ليه والداعمين وما يمشوا مشوا معناها متواضع باش يتشاور معاهم وباش ياخذ رأيهم. هذا هو اليوم كما قلت لك حالة العبث للأسف الشديد اللي عايشينها في بلادنا. أستاذ غازي، احنا تقريبا التوانسة متفقين انه تلت 10 سنين ما عشناش جو جيد، يعني حتى الديمقراطية التي كنا نمارسها لم تكن في المستوى المطلوب، كانت ثم انتظارات، ربما حتى حزب التيار في اول ايام 25 جويلية اظنه كان مرحبا وداعما لتغيير المسار. تراش ان الاليات هي اللي فسدت الوفاق ما بين التوانسة وما بين المكونات السياسية في البلاد. أنا بالنسبة لي أنا نحب نقيم التجربة التونسية نتراجع التاريخ، وتاريخ معناه تاريخ تونس وتاريخ معناه الدول اللي مرت بمراحل انتقال معناه الديمقراطي. المرحلة الانتقال الديمقراطي هي مرحلة صعبة ومرحلة كما يقولوا فيها ديود يباع وفيها نكسات وفيها انتكاسات وفيها عراقيل، وبالتالي معناه فيها مخاض كبير. المرحلة الانتقالية من نجموش اليوم دولة بعد 75 سنة من الاستعمار وبعد 55 سنة من الحكم الاستبدادي حكم الحزب الواحد باش في ظرف 10 سنوات النجم الرسخ ديمقراطية ناضجة وديمقراطية واعية ومعناها نتمتع بثمرات ذلك الحكم الديمقراطي. الديمقراطية رأي ثقافة، الديمقراطية ستاني تاديسبري، الديمقراطية رأي تولي معناها ثقافة عند الشعب، مش فقط أنه يمشي ينتخب، يلزم يكون واعي ومتابع ويعرف يقيم ويعرف يختار ويعرف يشارك ويعرف يحتج ويعرف ينتقد. نحن للأسف الشديد معناها ما زلنا ما وصلناش للمرحلة هذه. 10 سنوات معناها فيها نجاحات وفيها انتكاسات وفيها سلبيات وفيها اخفاقات، والناس اللي حكمت في 10 سنوات كل يتحملوا مسؤولية بما فيهم الناس اللي عارضت راو، لأنه كان جاءوا المعارضين ناجحين راو ما خليناش الحاكمين الفاشلين لمدة طويلة. اليوم معناها اليوم ما نعتقدش أنه اليوم الحل أنه نعود إلى الوراء ونعود للحكم الفردي. الديمقراطية بجودة عندها آليات إصلاحها وتصحيح مساراتها، اليوم هي بجودة الديمقراطية معناها تحمل
الدواء لكل معناها الاخفاقات نتاعها اليوم. الحل الوحيد هو مواصلة المشوار الانتقال الديمقراطي ومحاولة الاستفادة من اخفاقاتنا وسلبياتنا معناها في الماضي والبناء على الإيجابيات، وأن الناس تتعقل شوية، وأن الناس معناها يتسلحوا معناها بالحكمة ويتسلحوا بالعقلانية ويتسلحوا بالواقعية اليوم لتجاوز أزماتنا ونكونوا حاملين لمشاريع للتوانسة قادرة أن تلبي انتظارات التوانسة. ولكن العودة اليوم إلى الحكم الفردي هو منفذ للفساد ومنفذ للفوضى ومنفذ للانقسام وانتكاسة للمسار الديمقراطي، ونخليه العالم مش يقول الرأي الديمقراطية ما تصلحش بالعرب وما تصلحش بالمسلمين وما تصلحش بالأفارقة. هذا اللي قاعدين يقولوا. تونس من اللي كانت في فترة معناها الناس تضرب بها المثل كتجربة ديمقراطية ناجحة وقاعدة تأسس للديمقراطية، رانا ما وصلناش عملنا الديمقراطية. اليوم للأسف ولا ملف، اليوم ملف مقلق، تونس ولات بؤرة توتر معناها سياسي، تونس على باب الانفجار اليوم الاجتماعي الاقتصادي، تونس على باب الإفلاس اليوم الاقتصادي، تونس اليوم في أي لحظة تنجم يكون هناك انفجار اجتماعي معناها يأتي على الأخضر واليابس، وهي وضعية دقيقة وحساسة يلزم العقلاء يتدخلوا على الخط اليوم. خلينا معناها نسكروا أبواب الشعوذة وأبواب الفوضويين وهالشعبويين اليوم قاعدين يدمروا في عقل التوانسة، وأنا يعدوا فيهم بأوهام ما لا علاقة لها لا بواقعهم ولا بحضرهم ولا بمستقبلهم. به سيغازي، أنت تو ذكرت وأنه في تقييم يعني العشر سنوات الأخيرة يجب أن نحمل المسؤولية للناس اللي كانت في الحكم، أيضا للناس اللي كانت في المعارضة. اليوم في الوضع الحالي هل المعارضة الحالية قادرة على تغيير الواقع؟ أنا المعارضة وأنا جزء من المعارضة الآن، وكنت جزء من المعارضة معنا قبل 25، ونحن كنا رافضين ذلك المشهد البرلماني وعانينا من العنف، ونحن اللي تم علينا نوابنا ومن تم الاعتداء عليهم بالعنف، وكنا مقاطعين كان تذكروا جلسات العامة وعمل اللجان، وكنا معارضين ومن أشد المعارضين لحكومة تشارج من المشيشي معناها اللي تعرفوا كيفاش دمر اقتصاد البلاد معناها وخلى البلاد معناها عايشة في حالة معناها إفلاس معناها تام، وكنا ننادي ولكن التيار شارك في حكومة السيد الياس الفخفاخ. إيه ولكن تم اسقاطها، ما تعرف في ضربة شهور تم اسقاطها، وربما هذيك كانت الأمل الحكومة هذيك معناها للتوانسة اللي كانت حاملة المشروع وكانت معناها ناس على الأقل حسب الناس ما يقولوا، أنا ما نحبش نحكم على روحي، يقولوا فما ناس محترمين وناس كانوا يحبوا يخدموا البلاد، ولكن حركة النهضة وحلفائها هما اللي أسقطوا الحكومة وحبوا يسحبوا منها الثقة لدعاء السيد الياس الفخفاخ أنه يقدم استقالته. اليوم أنا في بالي أنه درس وعبرة يلزمنا ناخذها من 25 جويلية. أنا في بالي كان أعطاتنا 25 جويلية يعمل علينا مزية باش يعطينا فرصة أن الناس تعمل معناها مراجعاتها وتعمل نقدها الذاتي اليوم، وأن تقر جميعا بأن الناس أخطأت في حق الشعب التونسي، وأن ما كانتش في مستوى المسؤولية وانتظارات التوانسة، وما كانتش حتى في مسؤولية في مستوى وعودها اللي قدمتها للتوانسة يوم ما نترشحوا الانتخابات التشريعية ولا الرئاسية ولا حتى معناها البلدية. اليوم أنا أعتقد اليوم إن شاء الله هذه النخب بمختلف معناها توجهات وهذه الأحزاب وبما فيها المنظمات أن تعمل مراجعاتها وتعمل نقدها الذاتي اليوم وتولي متسلحة بمشاريع حكم، بمشاريع بديلة، بمشاريع تركز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين. لأنه أنا بالنسبة لي أن الديمقراطية رغم من أهدافها زوز أهداف رئيسية، الهدف الأول هو الضمان اللي معناها التداول السلمي على السلطة باش حتى حد ما يحتكر السلطة ويغتصب السلطة يولي هو الحاكم بأمره لمدة عقود، وثانيا أنه تجلب التنمية وأنه تجلب الرخاء وأنه تجلب معناها التشغيل وتجلب الاستثمار وتجلب معناها الازدهار لشعبها، لأنه الديمقراطية مش قادرة باش تجلب التنمية، فهي بأس الديمقراطية. ماهيش ديمقراطية نعمل انتخابات وبعد نقل بطالة ونقل ميزيريا ونقل أحباط ونقل الناس بالعائلات اللي لوحوا روحهم في البحار، والبارح بركة معناها الضحايا معناها بالعشرات معناها في البحر، معناها الناس هاربة من بلادها ولا تشعر بعدم الانتماء. أنا اليوم كان نعمل ديمقراطية راني باش نجيب بها الثروة للشعب التونسي، هذا الشيء يلزم اللي يتحقق. ما دام النخبة اليوم سلطة ومعارضة كما اللي عارضوا كما اللي حكموا، أنا بالنسبة لي أنا وأنا جزء منهم، الناس فشلت أنه معناها تحقق الحد الأدنى
من حاجيات التوانسة اليوم. هذاك علاش الناس انتبضت وكرهت الأحزاب وكرهوا السياسيين، ولكن بدون سياسيين وبدون أحزاب ما سماش ديمقراطية. اليوم الناس تراجع نفسها وما فيها باس نقر بأخطاء، خلينا نطوي صفحة الماضي ونبنيه على إيجابيات الماضي اللي موجودة. الإيجابيات أنا ضد من يقول عشرية سوداء، لا سمحني اليوم أنا نتكلم معاه كان سيب فضل حرية الإعلام والتعبير، وهذا حق الثورة التونسية اللي مازلنا نتكلموا، وعلى الأقل معناها ندافع على رواحنا ونناضلوا ونخرجوا ونظهروا ونشدوا صحيح. اليوم هذه إنجازات، راه قبل العبد حتى يتكلم ما بينه ما بين روحه في بيت مغلق يبدا خايف. على الأقل جدار الخوف انتهى. اليوم ننعم على الأقل بشوية حرية، ولكن غير كافي. مع الحرية يلزم فما رفاه وفما تنمية وفما تشغيل وفما ازدهار يلزم يتحقق للتوانسة، وهذا راهو عمل جماعي كما النخبة عندها مسؤولية والأحزاب والمنظمات، كما المواطن التونسي زاد كذلك يزم يرجع يعطي قيمة للعمل ويزم يعطي قيمة لنفسه أن يكون عنصر معناها مساهم في تنمية تحسين أوضاع بلاده، وأنه يكون عنده طموح كذلك، وأنه يناضل من أجل الحياة كريمة. هو عمل جماعي فهمتي، يلزم كل الأطياف يشاركوا فيه باش النجمه ننتقلوا، معناها تكون هناك نقلة نوعية لأوضاعنا معناها اللي عايشينها في بلاد. أستاذ غازي أحيي فيك خطابك الإيجابي أولا، قطع النظر الاختلاف هذا راهو مهم في أي دولة. أنا بالنسبة لي استفدت من كلامك مواصلة المسار الديمقراطي واللي هو مكسب كما ذكرت سيادتك. هل ما زال هناك مكان للحكماء والعقلاء؟ وهل أن الحكمة في تونس غابت حتى أنه ما نقدرش أنه نجد حل بسيط نواصل به ونحقق الرفاه اللي سيادتك ذكرته؟ للأسف شديد هو في زمن الشعبوية والخطاب الشعبوي اللي خاطب كما تعرف العاطفة ويحاول يستميل الناس بشعارات معناها رنانة هكا، ولكن في الواقع ما فما شيء. وهذا الخطاب اللي تبنى فيه رئيس الدولة هانكم تراه محاربة الفساد وترشنوا والزواولية والمطار، ايش عمل؟ ما عمل حد شيء. انا كرينا 10 شهور في بالي كافي على الاقل باش ناخذوا فكرة عنه فقد الشيء لا يعطيه. معناها اليوم للأسف قلت لك في ظل الخطاب الشعبوي الخطاب معناها اللي خاطب العاطفة، الحكماء وصوت الحكمة وصوت العقل ما عادش مسموع. ولكن نعتقد التوانسة اليوم بداوا يشعروا بغلاء المعيشة، بداوا يشعروا وقتها معناها ارتفاع نسب البطالة ونسب التضخم وعجز الميزانية العمومية، والخطاب هذا اللي بداوا يكشفوا معناها حقيقته أنه خطاب كاذب وخطاب مخشوش. اليوم بدأت الناس تفيق، بدأت الصحوة، إن شاء الله الصحوة هذه تمشي في الاتجاه البحث عن الخطاب العقلاني، الخطاب الواقعي، الخطاب اللي فيه حكمة، الخطاب اللي حامل مشروع اليوم قادرين أن نتجاوزوا به أزماتنا. هذاك علاش أنا أعتقد قلت قبل الشعب التونسي عاش فترة تخمير للأسف الشديد، ومعناه صدق أنه بخطاب معنى السيد قيس سعيد اللي هو رمز الخطاب الشعبوي بامتياز قادر أنه يغير أوضاعه، لكن اكتشف بعد 10 شهور أنه أوضاعه كل يوم تزيد سوء. اليوم حان الوقت لا نريد العودة لما قبل 25، ولا نريد البقاء في الوضع ما بعد 25. نحن نريد أنه نواصل مشوار البناء الديمقراطي، نواصل مشوار تأسيس الديمقراطية السليمة والصحيحة وعلى أسس ما قواعدها المتعارف عليها معناها في العالم اليوم، وأنه النخب تكون حاملة لمشروع، وأنه المواطن يكون واعي أنه عنصر راه مشارك في الحكم وعنصر معناها فاعل يلزم يلعب الدور متاعه، لا يكتفي بالتفرج أو بالانتقاد أو بالتشكي، يلزم يمد يديه كما قولوا معناه يمد يديه ويساهم في بناء بلاده. واضح سي غازي، رجاء أن تجاوبني بإيجاز نظرا لضيق الوقت. هل تتوقع وأنه أمام توسع دائرة الرفض لمسار رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه قد يجبر يعني هذا الرفض الواسع لتقديم بعض التنازلات أو للتراجع على بعض النقاط؟ لا، أنا البارح صرحت بها، فترة قيس سعيد انتهت. اليوم نحن نعتقد في الوضع الضايع، هو قاعد يستكمل ويحاول معناها أنه يكون عنده حضور ويفرض معناها مشروعه، ولكن انتهى. نحن اليوم تونس معناها ما عندنا حتى حل إلا البحث البديل عن السيد معناها قيس سعيد ومنظومة معناها قيس سعيد، وبلادنا لا يمكن أنه تحتمل
تواصل في هذا المشوار. من سيكون البديل سيغاس؟ البديل هم التوانسة، هم التوانسة العقلاء، هم التوانسة الناضجين، التوانسة اللي يحبوا بلادهم، التوانسة اللي يحبوا يصلحوا بلادهم، التوانسة اللي يحبوا تصحيح مسار حقيقي مش مخشوش وبالخطابات الرنانة وبالاتهامات وبخطاب التخوين وخطاب تقسيم التوانسة اللي ليلي يوميا نسمعوا فيه حتى في ليلة 27 ما التوانسة معناها سمعوا ما طاب لهم من الكلام البذيء والعنيف من عند رئيس الدولة. اليوم التوانسة يزمهم يحدوا مصيرهم اليوم وميخليوش معناها حضرهم ومستقبلهم معناها بيد شخص مهما على شأنه. هذاك علاش أنا رئيس لن يتراجع، لأنه هو يعتبر روحه الشخص الملهم وهو الشخص المنقذ وأنه هو مالك الحقيقة، في حين أنه هو فاقد كل شيء وفاقد أي مشروع ينجم يفيد به التوانسة. السيد غازي شاويشي الأمين العام للتيار الديمقراطي، نشكرك برشا على تدخلك معنا اليوم ومدنا بقراءتك وموقفك بخصوص الأوامر الرئاسية اللي صدرت البارح اللي تخص الاستفتاء، الدعوة للاستفتاء وكذلك التركيبة متاع اللجان الاستشارية. هكا نكون وصلنا لختام غيكاب ميديل اليوم. نشكرك برشا سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. نشكر أمنة بوخيت في الإخراج التقني، عبير تويتي في الديجيتال، أنس الهمامي في ستوندار. كنت معكم سهام حمدي من صنار حتى التوا، قبل إن شاء الله نهار الاثنين في غيكاب جديدة في لمن. غيكاب ميدي، متابعات تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. غيكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام.